ألا والله شوفوا أي صاحب مطعم أو مقهى أو ناوي يفتح، هذه سنابات مهمة وما تأخذ من وقتك إلا 3 دقائق. قبل 6 شهور سويت إعلان لشركة وكثير رجعوا يسألوني عنه، والناس اللي يعني جربوا الحمد لله والشكر، وأنا أصلاً واثق منهم 100%. يعني على قولتهم أنا زميلكم، الشباب فنانين. حلو، أنا ما ودي أعيد وأكرر الكلام، لأن الكلام اللي قلته بالإعلان اللي قبل يعني كافي ووافي. أبنزل لكم الإعلان اللي قبل، وش الجديد هذه المرة؟ طيب وش الجديد؟ الجديد الشيء الأول إنه كثير من المطاعم ما في كاش، يعني بيتوفر كاش دائم، فما يقدروا يدفعون العقد مثلاً مقدم أو دفعات كبيرة، يعني ما في تدفقات نقدية عالية، فحلوها بالتقسيط. الآن مبلغ قسط يعني بسيط جداً، 2000 وشوي. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، يوم أسوي الإعلان ذيك المرة كانوا فقط بالرياض، الآن ما شاء الله تبارك الله توسعوا وصاروا يقدمون الخدمة بالمملكة كلها. بحط لكم الرابط وبالتوفيق للجميع.